أعزائي المشاهدين، معانا فريق ثلاثي ضوضاء المسرح، فريق اللي مكسر الدنيا كلها. أحمد أبو لبن، أهلا وسهلا. ازيك يا سالم؟ سالم سالم قلبي يا ناس. عبد الله الصغير، عايزين نعرف بقى إيه الجديد مع ثلاثي ضوضاء المسرح؟ إحنا عندنا فيلم نعمة إن شاء الله نازل رأس السنة الأيام اللي جاية دي، وإن شاء الله بنحضر الألبوم وكذا حاجة كده الأيام اللي جاية دي بأمر الله خير لثلاثي ضوضاء المسرح يعني بأمر. أخبار الكليبات الجديدة إيه؟ ان شاء الله في كليب ان شاء الله ان شاء الله على قناه شعبيات 2016، وان شاء الله هيكسر الدنيا مع الاستاذ احمد حماد والفنانه الجميله اختي سالي مطر. ربنا يخليك حبيبي. طيب نجار، اخبار المسلسلات ايه؟ المسلسلات داخلين حاجه مع الاستاذ اسلام خليل، هو اللي دخلنا فيها باذن الله، وهنشتغل باذن الله في المسلسل الجديد بتاع الاستاذ عادل امام، واخدين ادوار بقى واجيه وكده. يا موسى انا طالع اسمي الشطه. طيب ثلاثي ضوضاء المسرح، عايزين كلمه منكم لقناه شعبيه. اقول اجا جا جا شعبيات يا اجا جا جا شعبيات يا شعبيات، بصمه ابداع. اخواتي ثلاثي ضوضاء المسرح، انا بشكركم جدا وربنا معاكم وربنا يوفقكم.